السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. غنوريكم الطريقه اللي تنحضر بها القديد المغربي. كيف تتشوفوا القديد المغربي هو اللحم المجفف، وهذه الطريقه اخترعوها جداتنا باش يحافظوا على اللحم في غياب الثلاجات انذاك. كيف تتشوفوا تنقطعوا بهذا الشكل باش نحصل على ديك الشريحه الطوليه، فانا تنقطعو من هاد الشيء ومن هاد الشيء، ثم تنوسع الهوة بين ثلاث أضلاع على حسب سمك القطعة، بحيث تنحصل على شريط من اللحم بهاد الشكل. وهادي نعاود نفس العملية. هنا القطعة أصغر فغادي نقطعها على جوج فقط، وتنكمل بهاد الشكل تتنكمل كمية اللحم، وها هي جاهزة دابا. وغادي ندوز للتتبيله. عندي الملح، عندي فلفل اسود، عندي الكمون، عندي القزبر ناشف، عندي ربع كاس د الزيت وربع كاس ديال الخل، وعندي البابريكا او الفلفل الاحمر. كاين الناس اللي تيديروا الثوم، ولكن انا ما تنديروش لان ما عندوش شي دور كبير في تجفيف اللحم. وبالنسبه ليا تنبغي نستعمل القديد في الكسكس، والكسكس ما تمشيش معاه طيبه الثوم، فتنفضل نخليه بالتوابل العاديه ديالو، اللي هو الطعم ديالو تيتركز اساسا على القزبره ناشفه هي اللي تتعطي داك الطعم. الخل كاين الناس ما تيديروش الخل، انا تنفضل نديرو لانه تيوقي لنا اللحم من اي بكتيريا ومن الحشرات فاش تنشرو، لانك تنعرفوا الحشرات تتهرب من رائحه الخل. وكي تتشوفوا انا درت التوابل ديالي ودرت الملح. الملح يكون بكمية كبيرة، يعني كمية كتيرة خصو يكون ملح، لان الملح اللي تيمنعو من التعفن. ثم ندير الزيت والخل وتنخلط اللحم بهذه التتبيلة بشكل مزيان، يعني نحسو بالتتبيلة دخلات والخل دخل كل قطعة من قطع اللحم اللي غادي نجفو او القديد ديالنا او القديد. وبطبيعة الحال هاد القطع ديال اللحم القديد فغالبا تناخدوها من الطلعة، يعني تتكون من دوك الجناب ديال فتحات الكرش من الطلعة، اللي تيكونوا بحال جليدات وفيهم اللحم تيكونوا خفاف، يعني ما تنصوبوهش من الهبرة. الهبرة تنصوبو بها القطبان والكفتة. ودابا غادي نغطيه ونخليه ليلة كاملة. من بعد ما خليته ليلة كاملة تشرب التتبيلة، فانا غادي نشرو تنشرو فوق هاد النشار او فوق سلك الغسيل، حبل الغسيل. تنديرو قطعه بلاستيكيه باش ما تنبغيش نحطو مباشره على السلك باش ما يخليليش فيه الدسم. تندير قطعه بلاستيكيه ثم تنشر القديد ديالي، وها الريح تيطير لي القطع البلاستيكيه. لكن تنظن ما نحتاجش هادوك اللي لتحت، لان الكميه اللي عندي غادي تكفيني الفوق على ما اظن. وهكا غادي نكمل وانا تنشرو. طبيعة الحال تنبقى مراكباه مع التقليب، وفي الليل تنحاول نغطيه بشي قطعة بلاستيكية باش ما يتعرضش للرطوبة والندى ولديك السمرات الليل. ونرجع الصباح ملي تخرج الشمس نعاود نعريه ونبقى منتابها له. الا حسيت بالجو هيكون ممطر فغادي نغطيه او ندخله لداخل. وهكا هنا نشرته وتنخليوه مع التقليب حتى تيجف. من بعد تنحتفظوا به في مكان جاف. انا شخصيا تنحتفظ به في المجمد، ولكن ممكن نحتفظوا به خارج المجمد راه ما تيوقع له حتى شي حاجه. وغادي نخلي القديد ديالي باش ينشف. وهذه هي الصور ديال القديد، وهذه هي الفكره اليوم. نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتمنى تجربوه. تنضرب لكم موعد فيديو اخر باذن الله.